يغركوش شكلها الصغير. بسيتنا يكون معانا الشيف مروه عادل. انا حبيت ان انا شيف. هي طباخه، هي قصيره شويتين صغيره شويتين، بس واضح بتحاول تطول. هتطول لسه، عندها 22 سنه. ازيك يا مروه؟ الحمد لله نوراني. 22 سنه وشيف وبتعملي منيوهات وحركات وجامده يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبتي. الاكلتين النهارده اللي انت مختارهم لنا انا بعتبرهم جداد، اللي هو حته الكفته بالبرام بالحركات بالسوداني، بالسوداني والحلويات دي بطاطا تشيز البطاطا بالبشاميل. دي جامده جدا دي. دي مصيبه. دي مخصوص ليا. دي مخصوص ليا حبيبي. قال لي انا ميرسي كتير. انا مش عارفه الناس يعني كلها يعني تشيز كيك بطاطا بشاميل يعني. أوف. هي حلوه ولا حد؟ لا حلوه. طيب هنشوف. طب من اول اكله. يلا اقري الاول مقادير. اقري مقادير قبل ما ابتدي. نص كيلو لحمه مفرومه، 2 فلفل احمر مكعبات، 2 طماطم مكعبات، بصله مبشوره من غير ميه يعني نوصل الميه بتاعتها، نص كوب سوداني مفروم وبرده سوداني صحيح للحشو، وبيضه وملح وفلفل وثلاث معالق صلصه وبصله متقطعه جناحها وثلاث معالق بقسماط واثنين مكعب مرقه. شكلها ايه البصله جناحها دي؟ يعني كده تبقى ريدي يا ممنونه. ريدي اربع ارباع كده. قولي لي بقى انت هتعملي ايه؟ اول حاجه ايوه يا باشا انا معاكي في اي حاجه. عايزه جوانتي ولا عايزه انا؟ انا عايزه جوانتي. عندنا جوانتيات الدنيا. هنحط اللحمه عليها البصل. اعملها لك انا البسهم. انت حضري لي كل حاجه وانا اعملها لك عشان نساعد بعض. والسوداني قولي لي انت انك تعملي منيوهات دي يعني انت دارساها، انت دارسه الموضوع ده ولا لا؟ لا ده هوايه. هوايه بقى من ايه؟ الانترنت والحركات. قلبي اعملي وانت بتتكلمي. ممكن هو هوايه عندي مع يعني انا كنت بدخل اشوف وصفات. وعندك صفحه على فيسبوك؟ صفحه اسمها ايه؟ شيف مروه عادل. مش بقول لك شيف مروه عادل. وماما علمتك حاجه ولا كله من الانترنت؟ ماما اللي هو الاكل التقليدي بقى. عندها 22 سنه عامله صفحه طبيخ. انت بتطوري، هي بتطور عن اكل مامتها يعني. اسكتي بقى رخيبه. انا خيبتي بقى ما ظهرتش على حد. اسكتي 22 سنه عندها صفحه ومكسره الدنيا وانا لسه دي هي بتحب كده وعايشه في الدور ان انا بتعلم الطبيخ وفرحانه بنفسي قوي وهي صغننه. انت حطيتي سوداني وبصل وفلفل. سوداني وبصل واللحمه وحطيت الفلفل دلوقتي البقسماط والفلفل وملح. لا حطيت البقسماط ده عشان يمسكها. بقسماط دي زي اي كفته بنعملها بس ضفتي انت السوداني المجروش. السوداني ده يعني ده انت وصفتك انت؟ دي وصفتي انا. لا وانا ما حبيتش السوداني. بصي لا هو هي لازم عشان دي لسه هيبقى في سوداني. بتعالج الاكل يعني. بتعالج الاكل ازاي؟ يعني هو السوداني بيقلل الكوليسترول اللي في الدم. بتعالجي بالاكل. اوكي فهمتك. وادي بيضايه. وادي البيضايه عشان اشوف لو محتاجه كمان. حطيتي شويه بقسماط. ثانيه انا هعملها لك بقى كله وتقولي لي احنا هنعمل ايه بعد كده. اهو صح كده. بتشوف بعد البيضايه مسك ولا لا؟ عشان ما تفكش. طيب هاتي بقى البرام بتاعك وقولي لي هتعملي ايه بعد كده. البرام تحت. يعني السوداني مهم للكوليسترول ننزله بس ما نكترش منه. ما يبقاش بنسبه كبيره. الموضوع ده ما بنضربوش ليه في في الكبه وخلاص ونخلص؟ لا وممكن في الكبه برده بس انا مش عايزه اتعامها قوي برده. انت مش عايزه تتعام. قولي لي هتعملي بقى الكوره. طب ما تمسكي تلبسي واحد وانا واحد ونعيش مع بعض. هتعملي كور؟ يعني وهتحشيها سوداني تقريبا من جوه لان قالت سوداني للحشو. سوداني سليم ده بقى مش مجروش كده. احط واحده مثلا اتنين هي مفيده. انا بخيل اصلا. انا بنحب ناكل. بتجيلي حساسيه منه؟ انا مش بتجيلي حساسيه مش عارفه. انا مش عارفه ايه علاقه السوداني والكاجوهات. لا انا بتكلم على الجوانتي. بتجيلك حساسيه من الجوانتي؟ انا كده اوكي. كوره كده. طب كويس جدا. يعني هتعملي زي بولز كده بس فيها كل واحده سودانيتين ثلاثه. انا ممكن اعوض اعملها لك. طب انا ممكن اشتغل في الحلو عشان ايه؟ انا اعمل لك البولات وبعد كده هتقولي لي اعمل لك ايه. خلاص قولي مقادير البتاع. خلاص اوكي يلا انا لبست لك. هتكملي بقى انت في تشويحه ولا حاجه بالطماطم دي؟ لا هو كله ني في ني. وهنحط الطماطم مع الصلصه. اوكي. على الطماطم المكعبات. لا انا بس الاول اخلص لك. طيب يبقى احنا نشتغل في التانية. تقولي لنا مقادير التشيز كيك البتاع بتاعتك. قبل ما انا اعمل لك الكور ونكمل الاكله. طيب
هنقول المقادير. الطبقة الأولى هتبقى بسكوت وزبدة. ما اقدرش اقول ايه مقدار البسكوت وايه مقدار الزبدة، لان في بسكوت بيبقى فيه اصلا زبدة، يعني هو نفسه بيبقى فيه زبدة. بس على الاقل يعني في معايير نمشي عليه. لا يعني مثلا 250 عليهم 100 جرام. بتقول لنا قول لنا كله عشان هتنزل معانا على الشاشة. قول المقادير الاول، قرينا المقادير. بسكوت ناعم وزبدة، دي الطبقة الأولى. والطبقة الثانية هتبقى 3 بيضات عليهم 4 مكعبات الجبنة اللي هي تشيز، وربع كوب سكر، وربع كوب كريمة وفانيليا، ومعلقتين دقيق عشان وثلاث بيضات شوية. بنقول 3 بيضات. وعليهم بقى من نص الكيلو بطاطا، يعني اللي حابب قوام يبقى تقيل شوية زود البطاطا مسلوقة. والطبقة الثالثة بقى اللي هي البشاميل الحلو، هيبقى 2 كوباية لبن عليهم 3 معالق دقيق عليهم 5 معالق سكر بودرة وفانيليا وثلاث معالق زبده. يعني 2 كوباية لبن، مش لبنه، هي مكتوبه لبنه بس هي لبن. نعم 2 كوباية. انا ماشيه صح كده في الكفته صح؟ مش هو يعني اضغطي عليها شويه عشان ما تفكش. ما انا حشيتها لك. ايه الغلب ده؟ شغلانه. احط ال ايه اضغط عليها عشان ما تبصي. البسكوت ده انت مسميه البرام الكفته ده ايه؟ كرات الكفته لحمه بالسوداني. بالسوداني. طب اشرحي عقبال ما نعمل اخر، اعمل لك اخر واحده كده. احط البسكوت واحط عليه الزبده، وتكون الزبده مش سايحه ولا جامده، يعني اللي هي بحراره الغرفه. ولو بحس ان هو يبقى معايا تفرولي تفروليها كده الزبده في البسكوت، يبقى عامل زي الرمل اللي هو يعني مبلول كده اللي هو متفرول. طيب انا كده ماشي صح. كفته اهي، اعمل لك واحده كمان يلا. طب ما فيش واحده في الصينيه معموله بقى بالزبده كده وجاهزه؟ ايه هنعملها سوا ولا في؟ لا ما هي تضرب حاجتين مع بعض. كلها يخلص يلا. بس اسرع بقى يا مروه. ايه بقى عشان وقت اجي اساعدك يا مروه برضه؟ ايه لا هو خلاص هنجز بسرعه. طب يلا يلا يا مروه بسرعه. انا بس عايزه اسال سؤال، انا بعد ما اعمل الكفته دي هحط ايه بقى؟ قولي لي اشرحي لي كده من بعيد وانا اعملها لك. هتحطي عصير الطماطم عليه الصلصه ومكعبتين المرقه. ثانية واحدة. طب على بال ما انت تعملي الزبدة دي نشوف بقى مفيدة. عصير الطماطم. وادي المكعبتين. وبعدين اعمل ايه؟ هتحطي عليهم الصلصة. الصلصة. صلصة. والملح والفلفل. بس ملح خفيف عشان الكفتة. عشان الكفتة ايه؟ فيها ملح. فيها ملح حاضر. فلفل. طيب. مروه هاتي بقى الحاجه اللي هترصي فيها على ايه بقى اعمل ايه تاني كده خلاص؟ هتحطي بقى لا الفلفل الاحمر والفلفل والطماطم برضو كله مع بعض. اوكي والبصل. والبصل صح كده. والبصل يعني واسقيها واقوم مدلقها عليه وشويه ميه كمان عليهم وخلاص اتحط عليهم. وشويه ميه اللي انت مجهزاها كده. في بقى لو حد ما بيحبش ان البصل يبقى صحيح كده والفلفل، انا بعمل طريقه تانية، ان انا بسلقهم على النار. بتشوحيهم على النار؟ لا لا اسلقهم في ميه كده صح. واضربهم في الخلاط كده صح. تتضرب في الخلاط عشان ما يحسوش. وهدخلها الفرن صح. وقت قد ايه بقى بالظبط؟ يعني من 25 دقيقه. انا اللي عامله الاكله دي. 25 دقيقه وتعبتي. مروه يلا مفيش وقت، هنجيب بقى البوله اللي هنعمل فيها انا هاجي اساعدك حالا. انت بقى هتوضبي ايه هنا؟ ايه اللي يتضرب في الخلاط يا مروه؟ 3 بيضات. اعمل لك ايه هنا في الخلاط؟ 3 بيضات. ده للايه؟ ده اللي هو الخليط اللي هو البطاطا. عامل لك 3 بيضات وبعدين وتعليم الجبنه. ثانيه واحده 3 بيضات. طب تكوني انت ايوه حطيتيها في الصينيه. هما 4 هنا. لا هما عشان واحده للبشاميل. اوكي يبقى انا كده 3 بيضات صح. وعليهم الجبنه. والجبنه ايه بقى؟ مكعبات الجبنه. مكعبات الجبنه دي مظبوط. 4 مكعبات. وايه تاني؟ وهتحطي عليهم السكر ده. السكر والكريمه. والكريمه دي اوكي. والفانيليا. انت حطيتي فانيليا؟ لا اهي فانيليا اهي عشان في بيض. تمام كده يبقى انا كده بخلص حاجه حاجه. ايه بقى تاني؟ بس ناقص لي دقيق وناقص لي. لا اضربيهم الاول بعدين هنحط الدقيق. حاضر يبقى انا كده مظبوط كده. بعدين هنحط بقى الدقيق. احط دي برضو في الخلاط؟ اه اوكي. ده دقيق وده دقيق. في 2 دقيق ده البشاميل.
بشاميل اوكي. وبعدين بقى البطاطا حبه حبه. المفروض نولع عشان احط البطاطا هنا؟ حبه حبه. طب نولع على البشاميل بقى؟ في طب ما تيجي نعمل البشاميل بقى، حطيه على النار. طيب انا عايزه واجيب معلقه عشان احط البطاطا حاجه حاجه. بوتاجاز ولع ولا لسه؟ اه بوتاجاز ولع عشان نعمل البشاميل علشان نطلع الكفته الاول. اسمحوا لي انت عايزه اتنين يساعدوك؟ انا حاسه ان انا قاعده عماله اقول اعمل كذا اعمل كذا. ده الكفته يا منى اهي بعد ما طلعناها من بتاعه. تعالي يا منى هات لنا بقى بايه. اه والله الوقت مش مكفي مروه. يلا يا مروه. اه عايزاني اجيبهم فيه الحلويات دي. اه دي ده بدي. لا وانا بوريهم انا بعملها. مروه صح كده؟ اه مروه شغاله. انت قلتي حته حته صح؟ اه ده اللي بتعمله مروه كده. اه اهو ايه ده شكل تشيز كيك بقى اللي بتعمله مروه، بس بالبطاطا دي جديده قوي. اهي البطاطا اهي صح كده؟ انا ماشيه صح؟ بضربها في الخلاط. حطي دقيقه مروه بسرعه بسرعه بشاميل. هتسيح بس ممكن نضيف المضرب. يلا مضرب هنا. فين المضرب؟ مش هنا. انت انا عارفه مكانه وانت توهتيني يا ماما. يلا النار عالية. يلا حطي انت اللبن كده كفايه عادي. يلا كل واحدة عارفة البشاميل بيتعمل ازاي. ده لبن ولا ويبينج كريم؟ لا لبن. يلا طيب. يلا حبيبتي انا ضربت لك ده وبعدين. لا خلاص كده بيتحط على البسكوت بقى. اهو احطها لك بقى على البسكوت. اه وبعدين البشاميل عليها. قربوا القالب شويه عشان نشوفه معاكم كده. القوام بيبقى مش صغير قوي ولا تقيل. ولا تقيل اهو. والبطاطا وكل حاجه صح كده. يا واد يا مفيده يا جامد. فكره جميله يا مروه بصراحه. وبعدين بعد كده هتقومي حاطه البشاميل عليها يا مروه بعد ما يدخل ويدخل الفرن ومزوقها باللوز. جميله جدا المنظر اهو زي ما احنا شايفين. احنا كيس عندك يا مروه. تسلم ايديك على قد جسمها. احد راحت. خلصنا الحمد لله. مروه خلصت الاكل. مشكوره يا مروه. ميرسي جدا حبيبتي. ميرسي يا مروه. ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. استنى ما فيش كده.